السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد في قناة حلويات أم مع عبد المغيث. حلقة أخرى كنتمنى بكم ونتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية. بدأ العد العكسي في انتهاء الشهر الفضيل إن شاء الله بإذن الله. بدينا التحضيرات معكم للعيد كيف وعدناكم في الفقرة الرمضانية اللي تقاسمناها جميع مع بعضياتنا، فقرة كوني لالاهم وبشهوة تمييزة كوني فايتاهم. عارفة معايا مجموعة ديال الحدقات، عارفة معايا مجموعة ديال البنات اللي متيزعموش على الحلوة، أو بالأحرى بزاف البنات اللي ما عندهمش الوقت باش يصوبوا الحلوة، وحنا عارفين الروينة ديال الحلوة وما أدراك ما الحلوة. هادشي علاش جيت اليوم جبت لك الجديد، جبت لك المميز، جبت لك السريع والجديد وفي نفس الوقت صحي. تا وحدة أو لا تا واحد فينا ما غادي يعرف المكونات ديال هاد الحلوة. أنا هنا كيف ما كتشوفوا معايا رافقتها بعصير ديال الطاقة اللي غادي يكون ان شاء الله باذن الله في الحلقات القادمه او في الحلقه القادمه على القناه. وما تنساوش هذه الحلوه خاصه بالوليدات الصغار، اعطيهم يوجدوها معكم. تحيه كبيره لكم وندوزو مباشره للمقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه للجميع. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج مكونات بسيطه. هداك غادي ناخد هاد البسكوي ديال ايو، كيجي فيها زوين وفي نفس الوقت ما غاليش، ديال درهم. لكل باكية انا هنا كنت غادي نحكو بالحكاكة لكن غادي يشد ليا وقت كبير. بعض المرات سبحان الله العظيم ما كنبقاو عارفين حتى حاجة. انا نقول زكاي زكاي ام عبد المغيث ماذا تخربقين. خديت واحد البلاستيكة وهذا الشيء اللي كان خصو يدار من المره الاولى، واخا بيني وبينكم كنت عكزانه باش غادي نطلع نجبد المدلك من الفوق. غادي نسد هاد البلاستيكه ديالي وغادا نبدا نحط فوق الحلوه وندوز بهذا الشكل. غير هو ما خصوش يدقدق بزاف وماشي تنيه ليه. غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي يكون غارق، غنحط فيه هاد البسكويت ديالي وغادي نوضع ثلاثة ديال الجبن مربع. غادا نبدا نجمع بالاصابع ديالي هاد المكونات. هما ما خص يكون ثلاثه، انا ما كانش عندي وحده غير حاولت انني ديباني. هادو بالنسبه للمقادير الاوليين. المرحلة الثانية غادي ناخد هاد البيسكوي كيولي كيتجمع بهاد الشكل وغادي نبدا كرات لي صغيورين. هنا بالنسبة للمقادير عندي أربعة الباكيات فيهم كل باكية فيها ثلاثة، يعني بحال كتقولو 12 باكية. ماشي 12 باكية، 12 حبة ديال البيسكوي كنديرو معاه ثلاثة ديال الفرماجات. وصدقوني تا واحد ما غادي يعرف انه بيسكوي وتا واحد ما غادي يعرف بانها غير حلوة ديال الديباناج. كتجي راقية وغزالة ومذاقها واو، ما نعاودش ليكم كيف داير، غير زعمو
وجربوها دابا دابا دابا. فوالا كيف كتشوفوا معايا. من بعد هنايا غادي ناخد واحد الكاسرونه ديال الماء. بعدا بالنسبه للحلوى باش ما تحلش ليكم، حاولوا انكم تخليوها تنشف واحد شويه، تخليوها عريانه تنشف واحد شويه عاد ندوزو نخدمو. غادي ناخدو هاد الشوكولات ديال الكالا، غادي نحط في هاد الكاسرونه ونديرو يدوب. الكاسرونه تكون ممسوحه والشوكولاط يكون جديد وما ضربوش البرد. من بعد هنا كيف ما كتشوفوا معايا خديت الكرات وضعتهم كاملين، واكيد باش ما تحلش ملي كتكوني تجمعي في هذوك الكويرات كتحاولي ما امكن انك تزيري اولا تيري تزيريهم في السدة او في التكويرة. هنا كيف كتشوفوا خلطت كل شيء درتهم من بعد غادي ناخد شوفان اللي كنت حمرت خدمنا به واحد التحلية وكنا خدمنا به كذلك خدمنا به كذلك في العصير. غادي نبدا نهز واحد الفرشاه اللي تكون عريضه، نحاول اني نفرق هذوك الكويرات ونحط بهذا الشكل. غادي ناخذ غادي بدا يترشف هنايا، غناخذ المقله. ويلي 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 على قاع مقله كي داير يا ام عبد المغيث. وكنقول لكم لا لا لا، شوفوا انا جبت التفصيل، استروا ما استر الله، نقزوا هذيك اللقطه. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا جبت واحد الطبيسيل غطيت به الكريات ديالي ودوزتهم. بالنسبه للمقله غادي تكون ان شاء الله باذن الله حلقه خاصه كيفاش غادي ننظفوها بدون تعب بدون مجهود. غا كنتسنى تنكمل معكم الحلويات ديال العيد، وهذيك الساعه عاد ندوز باش ننظفها. هنا غادي نعاود الحطه الثانيه. وبالنسبه للبرودوي اللي كانوا سولوني عليه البنات، انا غادي في الحلقه الاخرى ديال التنظيف غادي نعطيكم عليه جميع المعلومات. عقلوا على ديك المقله كي دايره باش ملي تشوفوها ما تقولوش يا راكي شريتي وحده جديده. فوالا كيتهز اسمحوا لي كيدوز هاد الشوفان في الكويرات كيتلبس بهم بطريقة سهلة وفي نفس الوقت صحية بالنسبة للوليدات. ومن بعد هادشي اللي غادي يشد لكم ديال الشوفان ما غاديش يضيع، غادي نضيف عليه شوية ديال الشوكولات. غادي نخلط بهذه الطريقة. فوالا كيف كتشوفوا، اما تهزي وتحطي بهذا الشكل وغادي يتجمع، اولا غادي نهز وغادي نبدا نوضع في كويرتات كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه للكويرتات خذوا كويرتات اللي اللون ديالهم يكون مفتوح. منها اول شيء غادي تعطيك غادي تفتحوا هذيك اللون ديال الحلوى، وفي نفس الوقت كيكون الكاريت ديالهم قاصح. انا كناخذ هادو اللي ديغادي نص بالنص تيجيو زوينين في الحطه وكيبقاو شادين لا فورم ديالهم.
يا ام عبد المغيث، انت غتاخدي كاميرا وتهنينا. كنحس براسي البنات خلات واحد السيده في تعرق كتيسم، كنبغي نتفرج في لي فيديو ديالك، ولكن كنحس براسي بحال داخله شي غار. قلت لها هاد الكلمه عندك فيها الحق، والله ما كذبت. وسبحان الله العظيم خديت جوج تليفونات اخرين، وتا واحد فيهم مصدق. هنا انا غادي ناخذ هاد الكويرات، غادي نبدا نوضعهم في الكويرتات، ونخليو الكويرتات مجموعين، يعني ما تحليش بيدك الكاغيت باش تبقى الشكل ديالها زوين، يبقاو شادين لا فورم ديالهم. يمكن لكم انكم ديروهم في اعياد الميلاد بالنسبه للوليدات ديالكم، يمكن لكم كذلك في الخطوبات تحطوهم مع التمر اللي تيكون معمر، ويمكن لكم كذلك انكم ديوهم كادو لشي وحده اللي هي نفيسه، او لشي وحده اللي هي يلاه كيف بغيتو تمشيو عندها ولا هذا. يمكن لكم انكم دوبلو الكيمياء كذلك. فوالا، تا واحد ما غادي يكتشف بان الحلوه مكونه غير من البيسكوي الفرماج والشوفان. كيف كتشوفوا معايا كتجي رائعه جديده كذلك، جد اقتصاديه، وكتخرج لنا كميه كبيره بدون تعب بدون مجهود. الى عجبتكم هاد الحلوه ما تنساوش لي لايك البنات، جيم، ما تنساوش البارطاج، وما تنساوش تخليو لينا تعليقكم. واحد السؤال اللي غادي نطرحو، علاش الناس اللي كيديروا لي لايك ما كيديروش تعليق؟ صدقوني بان اي تعليق ديالكم كنقراه واحد بواحد، لانكم عزاز عندنا بزاف. ما بقى لي الا نضرب لكم موعد اخر.